في مصطلح كده باللغة الإنجليزية اسمه سيلف اكسبلاناتوري. يعني ايه سيلف اكسبلاناتوري؟ يعني ذاتي الشرح، او يشرح ذاته بذاته. حلو، لما تبقى الحكاية واضحة جدا فبتبقى سيلف اكسبلاناتوري، لما بيبقى التعريف واضح وما فيهوش لبس يبقى سيلف اكسبلاناتوري، خلاص مش محتاج يتشرح لك تعريف ما، جملة ما، موقف ما، وضع ما. فالجماعة الانجليزي يقول لك ايه ده سيلف اكسبلاناتوري، واضح جدا، شارح ذاته، شارح نفسه كده بالمصري البلدي العامي الفصيح. وعليه اللي انا هقوله لك دلوقتي هو ده بقى نموذج واضح جدا لكلمة او لمصطلح سيلف اكسبلاناتوري، اي شارح نفسه. اتحاد الصناعات عندهم تصريح واضح رائع جميل مبهج ما حصلش، بيقول الآتي، خد بالك بيقول الآتي: البنك المركزي بدأ اليوم في توفير الدولار للاستيراد. هل ده كلام محتاج مني ان انا اشرحه اطلاقا؟ محتاج مني مقدمة طويلة؟ ابدا. امال ليه بتقول المقدمة دي يا يوسف؟ عشان اهلك لهذا الخبر، علشان تبقى شايف ومركز معايا جدا. اتحاد الصناعات بيقول البنك المركزي بدأ في توفير الدولار اليوم، النهاردة يوم الحد بداية الاسبوع، احمدك واشكر فضلك علي يا رب، في توفير الدولار للاستيراد. طيب، وهنا يتوجب علينا ان احنا يعني نحاول نفهم من سادة اتحاد الصناعات ايه اللي بيحصل، ايه اللي جرى، يا ترى هل ترى الاوضاع ماشيه ازاي، يا ترى هل ترى الفتره اللي جايه هيبقى شكلها عامل ازاي مع بدء البنك المركزي في تدبير العمله زي ما بيتقال، او توفير الدولار اللازم للاستيراد. يعني بما انه الخبر جاي من اتحاد الصناعات، ده معناه انه هذه العملة اللي بيتم توفيرها أو تدبيرها عن طريق البنك المركزي تذهب دائما أو أولا وبالأولوية إلى مستلزمات الإنتاج. عشان كده بقول لك الخبر جاي من اتحاد الصناعات. ومعانا على التليفون الأستاذ محمد البهية، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية. أهلا بيك يا فندم. أهلا يوسف باشا والسادة المشاهدين. أهلا. نقدر نقول على هذا الخبر ألف مبروك مثلا أو حاجة ولا إيه؟ طبعا الامور ماشيه في اتجاه صحيح، وانا بعتقد يعني مجلس الوزراء يعني عمل غير مسبوق الحقيقه. اولا بالنسبه للصفقه وما قبل الصفقه، وكان دوله رئيس الوزراء اعلن عن تدبير مليار و300 مليون اللي هم طبعا يعني رصدهم للافراج عن السلع الاساسيه واللي هي طبعا معلقه في الجمارك من فتره، وانا بعتقد ان ده بدايه الحل او حلحله الامر يعني. عظيم لكن جدا. لكن بعد ورود المبالغ اللي وصلت طبعا كمقدم للمشروع الضخم اللي اتعمل، وده غير مسبوق طبعا في تاريخ مصر، اعتقد طبعا ان جرادولي هيتم بعد كده بشكل دوري طبعا ضخ اموال لشرايين الصناعه بقى عشان تقوم، وعشان طبعا نعوض النقص اللي حصل طوال الفترات الماضيه نتيجه الشح في الدولار يعني. بإذن الله إذن يحصل حالة تعافي للصناعة المصرية، ومن ثم أيضا نقدر إن احنا هيبقى في عندنا بالتأكيد صناعات بتوفي احتياجات السوق المحلي، صناعات أخرى تذهب للاستيراد، تذهب للتصدير وما إلى ذلك. يعني هل نتوقع خلال الفترة اللي جاية يعني المزيد من نمو القاعدة الصناعية حتى وإن خدت وقتها زي ما بيتقال؟ هو أهم طبعا يعني طبعا ده شيء مهم، لكن الأهم منه يا يوسف دي طبعا ما يصب في مصلحة الناس الأقل غنى. أنت عارف إن الأسعار طبعا كانت وصلت لأرقام غير مسبوقة. ففكرة النهاردة أن تدع آليات السوق تعمل، أعتقد إن ده هيؤثر في وفرة المعروض، هيؤدي بالضرورة لانخفاض السعر. ده الأهم بالنسبة لنا الحقيقة، لأن كلنا لنا مصلحة في هذا الوطن، ويهمنا طبعا يعني الأمن أو السلم الاجتماعي نتيجة طبعا يعني انخفاض الاسعار، بما يعني يحقق يعني نوع من الوفره للمواطن المصري. طيب يعني فكره اللي حضرتك قلت عليه هي بالظبط الخطوه القادمه. أيوة. اسف على مقاطعتك يعني. لا لا بالعكس، ده هو ده، اتفضل. يعني هم اعتقد يعني الحكومه طبعا يعني
كما تعلم مفيش دولة بتنتج من الإبرة للصاروخ زي ما بيقول. صحيح. يعني احنا بنحتاج مدخلات من الخارج، وهيتم الضخ القادم طبعا من الوفرة اللي تحققت للبنك المركزي لمدخلات الصناعة. طبعا الصناعات التصديرية هيبقى لها أولوية أولى في المرحلة التالية. عظيم جدا. يعني أولويتي الحالية هو أن أنا الصناعة بتاعتي تذهب لتوفية الاحتياج المحلي، والأولوية التالية عليها أو البند التالي عليها للتصدير، ولا الاثنين يمشوا مع بعض بالتوازي؟ ما هو التوازي ده هيجي لاحقا، لكن واحنا بنرتب الأولويات زي ما قلت لك قبل ما يصل الدفعة الأولى طبعا من الصفقة الحالية، البنك المركزي او الحكومه توافقت مع السيد محافظ البنك طبعاً على ضخ 1,300,000,000. طبعا النهارده لما يكون معاك زي ما قلنا في شح دولاري، فلابد ان انت ترتب اولوياتك. يعني ما يقدرش يدخل المليار 300 دي رايحه للباك لوج اللي موجود في المواني او في ادارات الجمارك، اللي يتمثل زي ما حضرتك ذكرت في الدواء والاغذيه، لان طبعا دي سلع ليها طبيعه خاصه، يعني لا تتحمل طبعا الانتظار لان ليها عمر افتراضي هذه الخامات وقد تتلف في الجمارك. عظيم جدا، انا بشكرك جدا يا فندم، كل الشكر استاذ محمد البهية عضو مجلس اداره اتحاد الصناعات.